لو بتتعامل مع الدروب داون ليست او مع القائمة المنسدلة عن طريق الداتا فاليديشن هتلاحظ ان بتقابلك مشكلة. المشكلة انك علشان تعمل ليست او قائمة منسدلة عن طريق الداتا فاليديشن بيشترط عليك ان البيانات تكون جاية من عمود واحد او من صف واحد. يعني لو انت عايز تعمل قائمة منسدلة فيها بيانات اسم الموظف وبيانات المؤهل كده البيانات دي موجودة في عمودين انت مش هتعرف. لكن لو اتفرجت على الفيديو بتاعنا النهاردة في تريك بسيطة جدا هعلمها لك هتخليك تقدر تعمل قائمة منسدلة من خلال الداتا فاليديشن وتدخل فيها بيانات اكتر من عمود بطريقة سهلة جدا. ادعم الفيديو بلايك وما تنساش تشرفني بالاشتراك في القناة لو دي اول مرة بتشوفني. نبدأ مع بعض. اول حاجة هنعملها هنقف في المكان اللي احنا عايزين يظهر فيه القائمة المنسدلة بتاعتنا، وبعدين هتروح على الداتا، هتروح على الداتا فاليديشن، وتيجي هنا كده تختار ليست، وتعالى هنا كده نجرب لو احنا خدنا العمودين بيانات العمودين مع بعض وقلنا له اوكي هيكون الرد ايه. في الحالة دي هيقولك ان مش هينفع ان انت تعمل قائمة منسدلة، لازم علشان تعملها تكون مختار بيانات سنجل رو او سنجل كولوم، يعني عمود واحد او صف واحد. فطبعا هنا انت مختار بيانات عمودين فالموضوع مش هينفع. عشان نحل المشكلة دي هبتدي اروح على بيانات العمود الاولاني اللي انا عايزاها كده اعلم عليها. بعد ما علمت على العمود كده هتروح هنا كده في النيم بوكس وتبتدي ان انت تكتب الاسم اللي انت عايزه. انا هسمي العمود ده نيم واضغط انتر علشان الاسم بتاعي يتسجل. قبل ما اطلع منه كده اعلم عليه واخده كوبي لان هحتاجه، اعمل كنترول سي، خدت الاسم بتاع الكوبي. بعد كده روح اقف في المكان اللي انت عايز يظهر لك فيه القائمة المنسدلة وليكن المكان ده. اطلع على التاب الخاص بداتا، روح على داتا فاليديشن، نفس الخطوات اللي كانت قبل كده، من هنا هتختار ليست ومن هنا هتبتدي تعمل ايه، تكتب يساوي وتحط الاسم اللي انت حددته للعمود اللي انت اخترته ده. فانا هنا كده كنت حاطة اسم نيم، يا اما تكتبه بايدك يا اما تعمله كنترول في زي ما اخدته نسخ قبل كده وقول له اوكي. افتح القائمة المنسدلة بتاعتك. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان دلوقتي ظهر عندك الاسماء بتاعة الموظفين بس، لكن ما ظهرش عندك بيانات العمود التاني. التريك بقى اللي انت هتعملها علشان تظهر عندك بيانات العمود التاني هتيجي في تغيير الرينج بتاع الاسماء. يعني ايه؟ هتروح على تاب فورمولا وهتروح على النيم مانجر علشان تعدل في الاسم ده، الاسم الخاص بالرينج اللي فيه اسماء الموظفين. هتلاحظ ان هو هنا كده قايل لك ان هو موجود في الشيت اللي اسمه سالري، ومحدد لك ان الرينج دوت من بي 2 لبي 9، من بي 2 لبي 9. لا، انت عايز تعدل الرينج ده بحيث ان هو يكون من بي 2 لكن بينتهي عند سي 9. ولو انت عايز تدخل عمود ثالث يبقى هيبقى الرينج من بي 2 مثلا لدي 9، مفهومة كده؟ يبقى هتيجي عند الرينج الاخير ده وهتشيل اسم العمود اللي هو بي وهتحط العمود التاني اللي انت عايزه. فانا هنا كده هحط البيانات اللي موجودة في العمود التاني اللي نهايتها سي 9، فهحط هنا كده اسم العمود سي. خلاص كده كنترولز، قول له يس. تعالى هنا كده عند القائمة المنسدلة بتاعتك افتحها، هتلاحظ ان اتضاف عندك البيانات العمود التاني بطريقة سهلة جدا. ادي الاسم وادي المؤهل. يعني انت كده قدرت ان انت تحل مشكلة ان انت تدخل بيانات اكتر من عمود جوه القائمة المنسدلة بالداتا فاليديشن. بشكركم جدا على المتابعة. لو عجبتك الحلقة ياريت تدعمني بلايك وتشرفني بالاشتراك في القناة.